اهلا بيكم يا اصحاب، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنلعب لعبه توكسو، وهي لعبه صعبه قوي قوي، وراكم ايه تكسبوها. كنت بلعبها مع نفسي فوصلت كل دور. لا وقعت. بس انا كنت بعمل بسرعة كان غير مقصود وقعت. كسبت الدور التاني. ده المكان ده محتاج 65، ده المكان ده 65 دور. كسبت دور اتنين. ماشي دور تلاتة. انا مش عارف بقى لو وقعت وانا واخد نجمة، اللعبة دي شكلها مفيهاش خسر. لا ايه ده؟ هو انا ازاي؟ ايه ده ازاي؟ طب ما انا خسرت ازاي بقى؟ خسرت وجيت اكسب؟ مش مشكلة تكسبوها في وقت لما تكسبوا، ملهاش لازمة. أول ما تخلصوا تكونوا وصلتوا لآخر حتة، مش لازم تكسروا الباقي، سيبه يقع ما يقعش يقع عليك. وصلنا لدور كام؟ ستة. يلا، ده أنا حاسس إن كل مرة اللعبة هتصعب أكتر، كل مرة الحتة هتطول أقوى، أقضي أكتر. ودي 18 نجمة. لا ناقص لها اخر سنتي، اخر سنتي وهطلع. يا رب. ايه ده؟ ده بعمل ايه؟ مش دور دي بس جتت على دور ستة مثلا. مقصود لا اوعى تيجي في اخر حق. تخيلوا بقى دور 65. ايوه ستة. عندي 21 نجمة. ده دور 65. ده هحتاج ساعة علشان اكسبه. ده يبقى طويل قد ايه؟ يا رب. ده احنا هنوصل. كل مرة الدور بيصعب اكتر زي ما انتوا عارفين. اخسرت عادي، مش مشكلة، هلعب مرة تانية. لا بقى، مش كل مرة. ولا اكيد علشان عملت بسرعة. انا حاسس ان انا هخسر. مش مرة تانية بقى، مش كل مرة. ايه ده؟ وانتوا عارفين ايه لازمة النجوم؟ بنشتري بيها كرة جديدة. دخلنا الدور مرة تانية. وانتوا بقى شايفين دور 9 صعب قد ايه؟ يا رب اكسب. هو في اكيد حتة كده محتاجة ذكاء اللي انا اكسرها. مش دي كده؟ عارف.
الحقوا بصوا بصوا ماسكة عاملة ازاي في اخر حتة. مستحيل اخسر، لا بقى مستحيل اتعشق. اوف قربت اكسب، يا ريت اكسب بقى. خلاص مش مشكلة، ايه رأيكم بقى نلعب حاجة تانية غيره؟ نلعب نلعب ايه؟ اروح لا اختار اني حاجة، كل دي اشكال مش حلوة. يعني باينة قوي يعني اللون. في التاني هو اللون، وايه تاني؟ او دي عندي نجمة، او دي وايه تاني؟ والنجمة والصعلوب دي مش عارف اسمها ايه، وواحدة ناقص ليها بتاع مدورة. وهنا وفين تاني؟ انا حاسس ان في حتة واحدة بعيني بس مش عارف اجيبها. هو ناقص اخر اتنين، اخر حاجتين كده واكتر. ودي ناقص اخر واحدة فين؟ اهي كسبت، خدت علي 3 نجوم. اختار لا دي صعبة اوي بقى، في اول لحظة كده مش لاقي مش لاقي ولون الكوتش بتاعه والدايرة. ودي ودي وايه تاني؟ ده في كتير. هنا الدور ده صعب قوي 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 قوي. طب فين تاني؟ ده في كتير لسه. يا رب فين؟ خلاص همشي. خرجت من غير مقصد. اكتر دي حتى باينة، ودي ولسانه اهو، ودق وجود، ودي وايه
وحاجات دي الديل ده مرة نزل اللي تحت والديل ده رفع لفوق. ودي ازاي يعني ما عندش رجل من هنا؟ فين؟ مش لاقي حتة تانية. ودينه اهي. حاسس ان في اهو حاسس ان في حاجة في الغرفة. وهنا كسبت، ده تاني دور اكسبه في التعادل. اختار ده، ده حتى الشرطة مش باينة من كتر ما العصفور لونه احمر والشرطة لونها احمر مش باين. والدودة دي، وهي طالما هي خايفة ازاي بقى ماشية كده؟ وديله والفتحة بتاعت الشجرة، في كتير. وهنا لا بقى طز الصعوبة ابتدت. وهنا اخ هنا ايه ده؟ هنا كده لا، دي اللي مقلوبة مش التانية. دي هنا، يا نهار ابيض ده في كتير قوي. ورجل وايه تاني؟ فين؟ طب اجيب بتاعت الايه؟ في تاني تكتيك. طب خلاص اجيب دي. ايه ده؟ مكانتش باينة خالص. وشعرته دي اخر لحظة. وهنا كسبت برضو، ده تالت دور. هنلعب هلعب حاجة غير ده. ما تنسوش بقى تضغطوا لايك، وما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب عشان ما تنسوش.